الدكتور محمد صبحي استاذ امراض القلب كليه الطب اسكندريه، رئيس مؤسسه القلب والشرايين للسي بي ريب فاونديشن، والجوفرنر اي سي شابترز يعني محافظ الاقليمي للجمعيه الامريكيه للقلب، والانترناشونال اسامبلي اوف اي سي شابترز ان ميدل ايسترن افريكا، الامباسدور اوف ستنت فور لايف فور افريكا، والرئيس السابق لجمعيه القلب المصريه. النهارده هنتكلم عن الذبحه الصدريه والجلطه، وايه الاسباب اللي بتؤدي الذبحه، وايه اعراضها، وازاي العيان يعالجها، ازاي يروح يعالجها. بالنسبه للاسباب بتاعها، طبعا في اسباب بايد الانسان واسباب مش بايد الانسان. اللي مش بايد الانسان اللي هي عمره ونوعه وعيلته. طبعا الرجاله فوق 40 سنه والستات فوق 50 سنه. النوع في الرجاله اكتر من الستات. لو عندك عامل وراثي بيبقى نسبته 3-1 ان يجي لك الذبحه او الجلطه. الحاجات اللي بايدنا ان احنا نغيرها اللي هي الضغط نعالجه، السكر، الدهون، التوتر، الوزن الزياده، والسجاير. دول الخمس حاجات. لو احنا خدنا 2 من الحاجات اللي هي ممكن تغييرها مع 1 من اللي مش ممكن تغييره، بنسبه بتبقى 5-1 انها تجيله. اذا هي نسبه عاليه. الذبحه، في فرق بين الذبحه والجلطه. الذبحه اللي هي ان الشريان نفسه لما بيضيق زي الماسوره، لما تضيق سريان الدم بيقل، بيروح للعضله بكميه قليله. فالكميه القليله دي بتخلي الشريان يعمل الم في الصدر، ده بنسميه ذبحه. لو قفل الشريان او جه ترسبات جوه الشريان يسميها جلطه. يعني ترسبات يا اما بصفائح دمويه يا اما بجلطه حقيقيه، ودي الجلطه دي بتقفل الشريان، بتقفل الماسوره. فانا الالم اللي بيجي له اشكال. طبعا يعني في الم واضح يسموه تيبيكال، وفي الحاجات الاتيبيكال. التيبيكال اللي هو يجي الم في منتصف الصدر شكله اشكال، يا اما حرقان يا تقل يا كلبشه يا سكينه، ويبقى في منتصف الصدر وفي الزور من تحت، في الشين من تحت، ما بيجيش فوق. بيجي في الظهر، وبيجي في الدراعات، وممكن يجي في الايدين في رزغين، وممكن فيجي رزغين او القاعين الاثنين، ويجي في فم المعده. دول الاماكن بتاعته ودي انواعه. وبيجي دايما مع المجهود، ولما بيجي العيان بيقف. لما بيجي مع المجهود ده الاساسي اسمه التيبيكال، وبيقعد معاك. لو بيقعد معاك 20 دقيقه يبقى ده معناها ذبحه. لو طولت ال 20 دقيقه يبقى دي ذبحه طويله متواضعه. لو بتيجي بعد الاكل مختلفه، لو بتبقى شديده، لو بتيجي مع النوم شديده، لو بتيجي مع تغيير الجو شديده. ده بيسموه قفله الشريان. دي اللي بتسمى بتروح بالراحه، او تاخد قرص تحت اللسان يوسع الشريان، معها عرق، معها غمامان نفس، ده الوضع الذبحه. الجلطه وجع شكلها مختلف، بتبقى وجع شديد جدا، والشده دي معها عرق جامد جدا، ممكن يعني يرجع، ممكن ضغطه يوطى او ضغطه يعلى، مش قادر من كتر الوجع، ما بيروحش بسهوله. الفيز اللي بين الاثنين دول اللي هي سموها الغير مستقر، يعني الالم اللي كان مستقر بيجي ثابت على مشوار معين او كام دور سلم معين، بيتغير في الشكل بتاعه او في مدته او في مكانه او في الاعراض المصاحبه له، فاصبح غير مستقر. الذبحه الغير مستقره والذبحه والجلطه دي لازم علاجهم داخل المستشفى، ولازم المريض يروح على اقرب مستشفى او يكلم الاسعاف تنقله الى اقرب مستشفى. الذبحه المستقره دي ده من علاج دوائي، والدكتور هو بيقرر يعمل ايه. اللي بيعمله الدكتور في حالات الذبحه الغير مستقره والجلطه، بيعمل تحليل اسمها انزيمات القلب. لو عاليه يبقى لازم العين هيخش قسطره على طول، وبياخد ادويه عقاقير معينه. لو هي جلطه، لازم الجلطه في الساعات في اول 2-3 ساعات لازم العين يتعمل له قسطره عشان يتفتح الشريان وتشفط الجلطه وتوسع الشريان وتحط دعامه. دي اساسي. الذبحه غير مستقره لو عمل لها الدكتور قسطره ولقى اكتر من شريان وينفع يتعمل لهم دعامات هيعمله، ما ينفعش يتعمل دعامات هيعمل له جراحه، ما ينفعش في الاثنين، يبقى دي حالته مش مظبوطه. يعني ممكن تبقى في تاثير في العضله. الذبحه المستقره في عقاقير كتير قوي بتتاخد والعيان بيبقى مستقر. دي مهمه جدا 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 ان احنا نبقى عارفين الشكوى دي، وعارفين هنعمل ايه لما تجي لنا دي، عشان احنا دلوقتي في العصر الحديث ما ينفعش واحد يبقى عنده جلطه تبقى مهمله، ما ينفعش يستنى الدكتور زياره منزليه يجي له، لازم يروح لاقرب مستشفى واقرب دكتور عشان يشخص الحاله. ودي اعتقد ان احنا دلوقتي عندنا مستشفيات كتيره في مصر فيها الفاسيلتي دي، ان يتعمل توسيع
شرايين، وفي فاسيلتي في مستشفيات مجهزه 24 ساعه 7 ايام عشان علاج الجلطه، هي عن طريق حتى مشروع دعمت الحياه، سواء انت مستشفى حكوميه او جامعه او تامين صحي او مستشفيات خاصه. شكرا جزيلا.